مارسي، موناكو، الدوري الفرنسي الدرجه الاولى، يعني وين شاهدنا كيفاش مار موناكو اليوم، وين جيلسون وين خادع مارسي في الدقيقه 8، جيلسون مارتينيز اللي خادع مارسي الهدف اللي سجله لصالح موناكو في الدقيقه 58، وانتهى الشوط الاول ب 0-0. شاهدنا كيفاش رغم ان مارسي وين حاول بكل قوه، يعني وين شاهدنا كيفاش سامبولي اللي لعب بخطه 4-2-3-1، شاهدنا فيليب يعني وين لعب بخطه 4-4-2، شاهدنا 70% نسبه استحواذ لمارسي، 30% نسبة استحواذ لموناكو، 252 تمريرة لموناكو، 587 تمريرة لمارسي، لكن بدون جدوى. وين شاهدنا وين نقولوا باللي نقولوا باللي الحارس نوبل اللي لعب دور كبير، شاهدنا كايو، شاهدنا فيرديسون، فينو، شاهدنا اكسيل، شاهدنا جينسون، يعني وين جيان، شاهدنا يوسف فوفانا، ويساب بن يدرا، كيفن، يعني سفيان يعني مديوب، سفيان مديوب، يعني وين دخل يعني في الشوط الثاني، اكسار، شاهدنا كيفاش مروان، يعني وين رغم ذلك وين شاهدنا مارسي، يعني وين لوبيز بالحراسة، دوبي، شاهدنا بوبك، كامارا، ويليام، لوان، يعني في جيرسون، ماتيو، ديميتري، شاهدنا سيدريك، شاهدنا يعني وين نقولوا بلي اليوم وين مارسي حاول بكل طرق، لكن موناكو شاهدنا كيفاش بكل قوة وين دافع على منطقته، يعني في الدفاع وين ما عطى ولا فرصة لمارسي، يعني ما عطاش مساحات للهجوم تاع مارسي خاصة في ملعبه. وين شاهدنا الشوط الأول 0-0، الشوط الثاني جيلسون مارتينيز الذي سجل الهدف في الدقيقة 58، يعني في الدور الفرنسي الدرجة الأولى، وين كانت مباراة قوية، مباراة كانت ما بين زوج أندية اللي عندهم تاريخ، عندهم تقاليد، على ذيك نقولوا بلي كانت مباراة كبيرة ما بين مارسي وموناكو في الجولة 27 الدور الفرنسي الدرجة الأولى.